هو قائد الفئة الباغي، ومن أراد أن يذهب بالإسلام إلى الهاوية. دينه البغي والسب والافتراء، وربى أصحابه على النصب لأهل البيت والعداء. معاوية ابن أبي سفيان، هل كان حقيقة من المؤمنين أم منافقا من كبار المنافقين؟ حقائق ستعرفونها بالدليل والبرهان على شاشة الحجة الفضائية في شهر رمضان. شهر الله، شهر الله، شهر الله.